السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم هذا الخبز العراقي ولا اللي كنديروا فيه الشاورما. غادي نديروه ملفوف ببعض الاسماك ولا بعض اللحوم المدخنة، وكذلك هاد الصلامي ولا لي سالاد ديال الصومو، ولا كيف كتقولوا له صومو بالنسبه للناس اللي بزاف كنتفكر انني كيفاش باش ندخل لكم فكره، ولا الكراب. غادي نحتاجو كذلك الجبن الكريمي، وغادي نحتاجو هاد الكاشير اللي ديال لدان ديال بيبي، وعندنا الخيار وعندنا ظالم هذا وعندنا الخس. صافي ان شاء الله، دابا غادي نبداو الطريقه. اول حاجه غادي نبدا، اول وحده غادي ناخدو وحيده من هادو، غادي نقبطها، غادي ندهنها بالجبن، هادو بالنسبة كيصلحوا كي قلت لك الوليدات حتى هما تدخل يقدروا يدوهم معاهم المدرسة ولا شي عشيات هكا اللي كيتقدموا. مع الاطباق اللي كتكوني محضره. صافي دابا هنايا غادي نقبض، غادي نضيف واحد الورق ديال الخص، عندي مغسولين كنستقطرهم من الماء، على هذه الطريقه هكا. من بعد غادي ناخذ هاد اللحم المدخن ولا البيبي المدخن، صافي، وغادي نقبطو وغادي نلويو على هاد الطريقه هكا. غادي نقبطو هكذا على ما نكمل كلشي، ديروها في شي طبيصل. بغيتي ديروهم كبار بالنسبه ديرو هكذا وحده وتزيدو حداها ثانيه باش يجيوكم عراض يعني كبار، تقدو نتوما كتلويو هكذا بهذه الطريقه كيف كتشوفوني ديروهم. بغيتو ديروهم في دقه وحده عاوتاني كذلك هكذا طويولين وتلويو تلويه وحده حتى هي كذلك دقان. بالنسبة كذلك عاوتاني غادي ناخد هاد الخص، نزولو له هاد الراس القاصح، غادي ناخد الخيار اللي كنكون غاسله، كتجي هاد ملفعين يعني خزنت يعني صحيين بزاف. غادي ناخد هاد الظالم ولا الصومو اللي كيكون مبخر، هنقطعو على هاد الطريقة. وغادي نلويوه كذلك حتى هو، اللي بغى يزيد مطيشه يزيدها، انا ما درتش الطوماط. كذلك هناخد عويد، هكا على الطريقه. هذه جات غليظه حيت رقيقه الكاشير، وهذه بالنسبه للظالم المدخن جات غليظه. غادي ناخذ الثانيه،
اللي غادي نضيفوا لها الكراب، غادي نضيفو الخيار، غادي ناخدو كذلك الخص، دائما الخص كندخلو في أي حاجة، هي المهم هاد الوسطانيه داك القلب ديالها خصو يزول باش ما يجيش قاصح، باش ما يعدكمش في الثنيه. كذلك هادي اللويو هادو هما الاشكال ديالنا كاملين. دابا انا غادي نستمر حتى نكمل هادشي كامل ونرجع داك الساعات نقطعو لكم. صافي هنا بعد ما كملتهم كاملين دابا غادي نقبضهم، غادي نقطعهم على هاد الطريقه هادي. هادو معليش بغيتوهم تقطعوهم جنب قطعوهم، على الطريقه كيجيو على هاد المنيضر هذا. وغادي تجيبدو هذاك العويد هكا كيتقدمو، كنمشيو معاهم بحال هاد الطريقه هادي كي قلت لكم حتى كنكملوهم. هذا بالنسبه للظالم، هذا بالنسبه للكاشير، يعني ولا الصلامي مبخر. على هاد الطريقه هادي. وكذلك عندنا الكراب اللي هو كي قلت لكم صوموم مبخر ودايرين له الكريمات. دابا غادي نكملهم كاملين ونقطعهم وننتقلوا على الطريقه ديال التقليم ان شاء الله. صافي هذا هو الشكل النهائي بعد ما قطعتهم مايلين، كيجيو على هاد الاشكال المتنوعه اللي كيف ذكرت لكم في الوصفه. كنتمنى انكم تجربوهم ان شاء الله وتطبقوهم، وراه كيجيو زاد دائما كي قلت لكم للدراري ولينا والضيوف، وكيكونوا كمقبلات وكيكونوا في لي سواري. وكنقول لكم شكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش تطلعوا اي وصفه اللي جايه لانني غادي باش كتشجعوني وكتدعموني، وكت كل ما شفت لي جيم كثروا كل ما كانت المشاهده كل ما انا كنعطي اكثر. وكنشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشهيه طيبه لكم وليا، ومع السلامه.